اهتج رأسه، احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أيها السادة المشاهدون، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله في هذه الأمسية المباركة صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا مسعود مياد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا مسعود مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. الله يخليك، شكرا جزيلا على هذا النزول في برنامج هذا. الله يخليك. شيخنا مسعود هو إمام المسجد الكبير بالعاصمة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وعموم المسلمين إلى ثلاث: دعاهم إلى إفشاء السلام، دعاهم للصلاة والناس نيام، ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى إطعام الطعام. ما هي العلاقة بين هاته الثلاث؟ ثلاثة من الإسلام، نتحدث عنها هذه الأمسية. شيخ مسعود أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الله يحييك، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لك دكتور أحمد، تحية لكل المشاهدين الكرام. فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدقت أخي أحمد، نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة قال عنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال: أول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة المنورة أنه قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. ولعل هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة المنورة وكل الناس تنتظره صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام كان قد انتشر في المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل مصعب بن عمير وبفضل أولئك الرهط، سعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وغيرهم من السابقين الأولين الذين أسلموا من الأنصار الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في بيعة العقبة في السنة 11. فالإسلام كان قد دخل بيوت الأنصار تقريبا كلهم، إلا القلائل من من كان على اليهودية ومن من بقي على كفره. فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة، ولا كان تتخيل هذا الأمر، كل الناس تسمع به بأنه رسول من عند الله. وبالمناسبة أهل المدينة كانوا على دراية بالرسل على غير أهل مكة. لماذا؟ لأنه أهل المدينة المنورة كانت اليهود عندهم دائما تخبرهم بهذا الرسول الذي سوف يأتي بنبي آخر الزمان، وكانوا يستفتحون في كل يوم على اليهود، يستفتحون على الأرض ويتوعدونهم بهذا النبي: إنه قد آن زمان خروجه فنتبعه فنقتلكم، إلى غير. فأهل المدينة الآن ينتظرون هذا النبي، فبمجرد أن سمعوا به في المدينة المنورة في مكة المكرمة سارعوا إلى اتباعه وإلى إعلان إسلامهم. إلى الآن بقي انتظارهم لهذا النبي، لرؤيته، للاستماع له. فبمجرد ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أوائل التوجيهات الربانية التي أشار إليها وأرشد إليها هذه الأمور الثلاث: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. يكون الجزاء العظيم، الجزاء الأخروي، الجزاء الرباني، تدخل الجنة بسلام. فهذه الأمور الثلاث هي أسس مهمة ومتينة من الأسس التي من شأنها أن تبين حقيقة هذه الدعوة، حقيقة هذا الدين. هذا الدين لم يأتي من أجل إيذاء الآخرين، تجويع الآخرين، إرهاق الآخرين، إتعاب الآخرين، إرهاب الآخرين، وإنما أتى من أجل إفشاء السلام. صحيح. الذي هو تحية الإسلام. ما من ديانة
إلا والله عز وجل قد جعل لها تحية وجعل تحية الإسلام السلام عليكم والسلام. التي هي تحية أهل الجنة في الجنة والسلام اسم من أسماء الله والسلام اسم من أسماء الله والسلام اسم من أسماء الجنة لهم دار السلام عند ربهم وهي تحية أهل الجنة يوم القيامة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ليجعلها شعارا يحيي المسلمون به بعضهم البعض وهذه السلام وهذه التحية الكريمة والمباركة في حد ذاتها تبث الأمن وتبث الألفة وتبث الطمأنينة والسكينة في أي مجتمع لأن هذا هو الأصل في السلام أخي أحمد عندما تقول لأخ ما أو لإنسان ما السلام عليكم ورحمة الله أنت تقول يا أيها الإنسان لك مني السلام لا شيء يؤذيك مني لا شيء يزعجك مني لا شيء يقلقك مني فأنا سلام عليك فترد أنت فتقول وعليكم السلام أنت كذلك تطمئنه أجل ذلك لنا أن نتخيل أخي أحمد مجتمع يفشي السلام قولا بالتحية وفعلا بما يترتب عنها أكيد أنه مجتمع سوف يكون مجتمعا آمنا مجتمعا مطمئنا مجتمعا يسلم فيه الناس ونبينا صلى الله عليه وسلم لخص حقيقة المسلم بقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فنحن نعبر عن هذا السلام أن يسلم الناس منك من لسانك ومن يدك بقولك عند رؤية أي كان السلام عليكم ورحمة الله لا نحابي بها أحد لا يكون فيها تمايز يعني الذي أعرفه ألقي عليه والذي لا أعرفه ألقي عليه الأغنياء ألقي عليهم السلام الفقراء لا الذين يأخذون بمذهبي ألقي عليهم السلام والذين يخالفونني في مذهبي ألقي عليهم أبدا قال يا أيها الناس فالأصل فيها أن تلقى لكل الناس أن يأمن الناس منا كلهم بغض النظر عن مذاهبهم عن مستوياتهم عن ثقافاتهم عن غناهم أو فقرهم هذا هو الأصل في إفشاء السلام الذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن أخي أحمد في هذا الوقت ما أحوجنا إلى أن نعيد النظر في هذه التحية الكريمة والمباركة الربانية تحية أهل الجنة في الجنة نعيد الاعتبار فيها أولا كما ذكرت بعدم تخصيص بعض من الناس منها وحرمان الآخرين كما هو رائج الآن الأمر الثاني نعم أن تتحول هذه التحية من أقوال إلى ممارسات لأنها للأسف الشديد يقول له السلام عليكم ورحمة الله ولكن بمجرد أن يبتعد عنه يسلمه في سيارته نعم وفي أهله لا يسلم منه صحيح. لا من لسان ولا من موقف ولا من إيذاء يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يمر به شخص فإذا به يغتابه ويأكل لحمه فتحية السلام ينبغي أن تكون تحية يعني قولها متوافقا كل التوافق مع أقوالنا ومع أفعالنا حتى تصبح هذه التحية ليست ادعاء وليست وعدا كاذبا أو ليست طمأنة وليست غدرا من تقول إنسان السلام بمعنى أنت آمن مني يا أيها الإنسان اطمئن لن يصيبك شيء مني يا أيها الإنسان أنا أخوك يا أيها الإنسان فهذا هو معناها الذي ينبغي أن يتحول إلى سلوكات إلى أقوال تعكس هذه الحقيقة هذا أول ما أوصى به حبيبنا صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة المنورة الأمر الثاني هو أطعم الطعام هو في دعوة كريمة إلى هذا العطاء إلى هذا الإيثار الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صفة من صفات المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله هذا قيد مهم جدا وهو أن هذا الإطعام الذي ينبغي أن يتميز به المؤمن الذي يريد أن يدخل الجنة بسلام عند إطعامه للطعام الذي هو إطعام الطعام ها هنا قال علماؤنا بأنه عبر عنها بهذا اللفظ كناية عن الكثرة
عندما يقال فلان يطعم الطعام بمعنى يعني مشهور بذلك ومعروف بذلك في كل وقت وفي كل زمن، عند الحاجة وعند غير الحاجة، عند المناسبة وعند غير المناسبة. وهذا الأصل أن يكون في الإنسان المؤمن أن لا يمسك شيئا مما أعطاه النبي، مما أعطاه الله عز وجل. وكذلك كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ما من شيء يدخل بيته إلا وينفقه بعد ذلك ولا يستقر في بيته أبدا. قلت القيد المهم هو لوجه الله، أن يكون هذا الإطعام المقصود منه وجه الله عز وجل. لا تنتظر جزاء، لا تنتظر مقابلا، لا تنتظر شكرا، وإنما تطعم الطعام. ها هنا القيد الثاني، أن إطعام الطعام ليس مخصوصا بالفقراء. الفرق بينه وبين الصدقة، الصدقة مخصوصة بالفقراء، إطعام الطعام لكل الناس. إكرامك ضيفك عندما يحل في بيتك هو إطعامك، هو إطعام الطعام. إهداؤك الطعام لأحبائك وأصدقائك بغض النظر عن حاجتهم أو ليسوا بمحتاجين، إنما هو إطعام للطعام. المهم أن تعطي الناس مما أعطاك الله عز وجل. إطعامك الحيوانات وإطعامك القطط وإطعامك العصافير إنما هو إطعام للطعام. فالأمر عام ليس محصور في الفقراء، والأمر عام ليس محصور في الناس، وإنما هو محصور في كل كبد رطبة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف مصير ومآل تلك المرأة البغي التي سقت كلبا من شدة عطشه وجدته يأكل الثرى، فغفر الله عز وجل لها وأدخلها الجنة. فإطعام الطعام إذن مسألة عامة متعلقة بالفقير وبغير الفقير، متعلقة بالإنسان وبغير الإنسان، متعلقة بوقت الشدة وبوقت الحاجة أو اليسر. فهذا السلوك لو أنه تحقق فينا أخي أحمد، لك أن تتخيل كيف يكون مجتمعنا. أكيد تسوده الرحمة، تسوده المودة، يسوده الحب، يسوده العطف، يسوده التكافل، التعاون، التناصح وغير ذلك من مثل هذه الأمور. لأني أنا أجزم بأنه الإنسان الذي تعطيه من طعامك، وإحنا عدنا هذه بالدرجة تعني يقول لك فلان كليت الملح نتاعه، كونه كلا الملح نتاعه هذا بالنسبة له مانع له منعا شديدا في أن يؤذيه مثلا، في أن يتجاوز حقه. أحيانا بعض الموانع الشرعية أو بعض الترهيبات الشرعية قد لا تكون كافية في منع الإنسان من اعتدائه على الآخرين. فلما يأتي الملح هذا لكلاه في البيت يقول لك لا فلان الفلاني كليت الملح نتاعه والله ما نديرها معاه رغم طعام الطعام بابه سلام، بابه سلام، نعم الله. بابه سلام، يأمنه الإنسان ويقي شرور هؤلاء الناس. وهذا الأمر كما ذكرت يعني موجود في العادات التعامة. الأمر الآخر الذي أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم، الصلاة بالليل والناس نيام، وهو قمة الإخلاص وقمة التجرد والارتباط بالله رب العالمين. لأن القيام في الليل أمر شاق على الناس لا يستطيعه أيا كان، فلا يقوم فيه إلا من قدره الله. الأمر الثاني لأنه وقت غفلة يغفل فيه كثير من الناس، ونحن أوقات الغفلة الله عز وجل يضاعف فيها الأجر أكثر من الأوقات التي لا تكون فيها غفلة. مثلا الصلاة في النهار تكون سواسية في الناس، لأن الناس كلهم مستيقظون وكلهم قادرون، لكن في الليل عندما يغفل الناس ويستسلمون إلى الفراش ويستسلمون إلى التعب فيغفل الناس عن ذكر الله، فالذي يقوم في ذلك الوقت ويصلي الله عز وجل يضاعف له الأجر. لذلك نحن عندما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه العبادة في الهرج كهجرة إلي، لماذا تعظم العبادة في الهرج؟ قالوا لأن الهرج اللي هو القتل والاقتتال والفتن، قالوا لأنها وقت غفلة يغفل فيها الناس عن العبادة. فالذي يعبد الله عز وجل في ذلك الوقت الله عز وجل يضاعف له الأجر بحيث يجعله كالمهاجر في سبيل الله. العبادة في الهرج كهجرة إلي. نفس الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان مثلا قال ذلك شهر يغفل فيه الناس، فنبه إليه. فكان صيام شعبان فضله فضل عظيم جدا لأن الناس غافلون عنه. ومنه أخذ العلماء قاعدة مهمة جدا، وهو أن الأوقات التي يغفل فيها الناس
عن عبادة الله عز وجل، الله عز وجل يضاعف لصاحبها الأجر أضعافا أضعافا كثيرة. الأمر الآخر الذي أخذه العلماء من هذا الحديث وهو أنه يستحب البحث عن العبادات التي يغفل عنها الناس والقيام بها، لأن الله عز وجل يضاعفها أكثر من العبادة التي يفعلها كل الناس. بمعنى إذا ذهبت إلى مكان وجدت كل الناس ما يصلوش، أحسن حاجة كثر من الصلاة. جميل. نعم، حتى لأن إكثارك الصلاة دعوة لهم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه عندما خرج في غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة قبل خروجه في غزوة مؤتة التي استشهد فيها هؤلاء الثلاثة الأبطال، عبد الله بن رواحة رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إنك سوف تأتي أرضا يقل الساجد فيها لله، اللي هي أرض الروم، إنك سوف تأتي أرضا يقل الساجد فيها لله رب العالمين فأكثر من السجود. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل عليه. فمنه أخذ العلماء هذا المعنى، أنه يستحب للإنسان عندما يكون في قوم أو في أرض العبادة المهجورة والعبادة المتروكة يستحب له أن يكثر منها فيعظم له الأجر بذلك عند الله عز وجل. لذلك قيام الليل عظم شأنه لأن الناس غافلون عنه، عظم شأنه كذلك لأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل من كل ليلة نزولا يليق بذاته تبارك وتعالى، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. في كل ليلة الله عز وجل ينتظر هؤلاء الناس. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا جملة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل أن أهل المدينة يأخذون هذه الوصايا الغالية، يفشون السلام بينهم، يطعمون الطعام، وفي ليلهم يعتكفون ويقف كل واحد منهم في محرابه بينه وبين ربه. هذا الأمر خلاصته ونتيجته دخول الجنة بسلام. ومعنى دخول الجنة بسلام كما قال بعض شراح الحديث: أن يدخلونها بغير حساب. الله أكبر. آمنون مطمئنون لا يسألهم الله ولا يحاسبهم الله، يدخلونها بإذنه ومشيئته بغير حساب. جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من هؤلاء. الله يبارك فيك. شكرا لإمام المسجد الكبير بالعاصمة شيخنا أستاذنا الدكتور مسعود مياد على هذه الوقفات الكريمات. قبل أن نتشرف مشاهدي الكرام باستقبال مكالماتكم، اسمحوا لي بالإجابة عن هذا السؤال الذي ورد إلينا قبل بداية الحصة. شيخنا، هذه سائلة تسألكم: وقد توفي عنها زوجها رحمة الله عليه، نعزيها في وفاة زوجها، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وهي امرأة تريد أن تتعرف العدة، عدة نعم. المرأة المتوفى عنها زوجها، ما حقوقها، ما واجباتها؟ نعم. لكم الكلمة. نعم، جزاك الله كل خير. أولا عظم الله أجرها إن شاء الله، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لزوجها ويغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يصبرها في مصابها هذا، وأن يأجرها عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة المرأة التي توفي عنها زوجها لها أحكام تسمى بأحكام العدة. أيوة. أحكام عدة المتوفى عنها زوجها التي ينبغي على كل امرأة أن تعرفها وأن تلتزم بها. فأول ما ينبغي عليها أن تعرفه بأنها تعتد مدة 4 أشهر و10، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بطبيعة الحال 4 أشهر من الأشهر القمرية، فتبدأ من الليلة التي توفي بها زوجها تبدأ العدة والحساب. فإذا كان توفي في 10 مثلا من ذو القعدة مثلا، تبدأ تحسب إلى 4 أشهر وتضيف لها 10 أيام، فتحسب بالحساب القمري. هذا أول أمر. عدتها تبدأ من يوم وفاة زوجها، تبدأ العد وتبدأ الحساب. الأمر الثاني أنه بموجب هذه العدة لا تتزين بأي نوع من أنواع الزينة، سواء كانت زينة طبيعية أو زينة اصطناعية. زينة طبيعية كالحناء المعروفة أو المشهورة، أو زينة الاصطناعية أنواع هذه التجميل. مواد التجميل المختلفة، فلا تزين، بما في ذلك اللباس. لباس
لباس الزينة الذي لا تلبسه المرأة إلا في أوقات تزيينها لزوجها أو أعراسها أو غير ذلك، فتلبس لباسها العادي الطبيعي اليومي الذي اعتادت أن تلبسه في كل وقت. بعض الناس عندهم عادات تقول لك المرأة ما لازمش تمشي حفيانة، ما لازمش تبدل اللباس تاعها طيلة هذه المدة، وما لازمش تغتسل. هذا ليس أبدا من أحكام العدة. لها أن تغير لباسها، وتغير لها أن تغير لباسها العادي، ولها أن تغتسل، وأحيانا ربما قد يجب عليها ذلك إذا حاضت بطبيعة الحال تؤدي صلاتها. كونها تمشي حافية أو لا تمشي حافية يعني هي حرة في ذلك وليست مجبرة لا بهذا ولا علاقة لها بأحكام العدة. هذا الأمر الثاني في قضية الزينة وفي قضية اللباس. الأمر الثالث وهو قضية المبيت، أنها لا تبيت خارج بيت زوجها، خارج البيت الزوجية إلا للضرورة الطارئة الملحة، كأن تكون مريضة فتبيت في المستشفى مثلا. أما لغير الضرورة فلا يجوز لها أن تبيت خارج بيت زوجها. قد تضطرها بعض الظروف إلى أن تتأخر في دخولها لبيتها، خاصة إذا كانت لها عيال تعولهم وقد توصلهم كما أشارت في الرسالة، فلا حرج في ذلك، ولكن لتستفرغ جهدها في أن تدخل بيتها قبيل غروب الشمس، تستفرغ جهدها في ذلك. فإن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخاصة مع زحمة المرور وغيرها. والشتاء شيخنا لأن المغرب يتقدم حتى الخامسة، تستفرغ جهدها ما استطاعت، يعني تبحث عن السبل هذه، كان تتواصل إذا كانت عاملة مثلا مع رب العمل أو المؤسسات تستفرغ جهدها. فإن عجزت عن ذلك فلا حرج في ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه هي مجمل الأحكام التي ينبغي عليها أن تراعي. الأمر الآخر اللي هي الخطبة، أنه لا يجوز لها أن تخطب، لا تلميحا، لا تلميحا، ولا وإن كان التلميح نعم قد يجوز، ولكن هي التلميح ليس منها، التلميح من غيرها الذي هو مسألة مرتبطة بالخاطب. نحن نتكلم عنها، هي المفروض أن لا تفتح باب الخطبة، أن لا تفتح باب، أن تغلق هذا الباب ما دام أنها معتدة. فإذا ما انتهت عدتها فلا بأس في أن يتقدم الناس لخطبتها، إما تصريحا وإما تلميحا، لا حرج في ذلك. الله يجزيك بالخير، شكرا جزيلا شيخنا سعود، على بركة الله. أستاذ أنا شرف استقبال المكالمات والاستماع للإنشغالات. من تيبازا نبدأ، أختنا كريمة. ألو، مرحبا بك اخت كريمه، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. عندي سؤال يتعلق بالاخت ديالي، اختي. الله يبارك. ايوه. اختي قبل 7 سنين كان عندها طفله في عمرها 8 شهور. قبل 7 سنوات. ايوه. كان عندها طفله في عمرها 8 شهور. 8 شهور. بعد في قفله 8 شهور بدات ترفدت. دونك كي رفدت كانت متكئه ابه شديده في الحقيقه، فالحق كان عندها كآبة. كي رفدت دارت عملية الإجهاض بلا ما تخبر راجلها. كان عمره هذاك الوقت شهر في دارة عملية الإجهاض. كان عنده عملية شهرين وما خبرتش راجلها. قالت تركبت على راجلها وقالت له بلي راهو ميت. وهو في الحقيقة كان حي. دونك هل لازم لها هل إذا كان فيها الروح ولا لازم تدير سفارة ولا تستعدية؟ وهل لازم تخبر راجلها بشي اللي دارته؟ لأنها هي تتعدد بزاف ماهيش عارفة واش دير. واضح. بس ما هل تخبر زوجها؟ واضح ان شاء الله. هذا هذا مش لازم الهدية ولا مش لازم الهدية والكفارة. واضح واضح. مع العلم اذا تخبرت راجلها يعني احتمال كبير انه راجلها يقدر يطلقها، وهي عندها الان عندها 4 دراري معاه. راجلها يقدر؟ يقدر يطلقها. راجلها شوية متعفن. يعني يقدر يطلقها وعندها 4 دراري معاه. الله يبارك لهم في الأولاد إن شاء الله. واضح إن شاء الله شيخنا يجاوبنا على هذه المسألة. عندك سؤال ثاني أخت كريمة؟ هذا. مرحبا بك، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. من تيبازا إلى غرداية، نصر الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام سي نصر الدين. عندي سؤال انشغال حول سجود التلاوة أثناء أوقات ما تكون فيها النافلة، ما تجوز فيها النافلة. هل يمكن الإنسان يسجد فيه سجود تلاوة؟ نعم. بعد صلاة العصر أوقات النافلة التي تجوز فيها كذا؟ أوقات عدم السجود أثناء قراءة سجود تلاوة بعد صلاة العصر. نعم. وبعد صلاة واضح واضح. شكرا. الله يبارك فيك نصر الدين، نجاوبوك إن شاء الله.
أيوة من غردقة إلى سطيف العلمة. أخت فاطمة ألو فضيلتك، عندي عدة زوج سؤالات ما يخص الزوج تاعي. أيوة ما أنا مريضة وما حبش يديني للطبيب، قال لي ما نديكش ونتفرج فيك وما تهمنيش، ومع العلم عنده يعني مش ما دين لاباس عليه. الله يبارك، ربي يبارك فيه. وانتم في العلمة يا اخي؟ احنا في العلمة وفي العيد هذا ضيوف، يعني كثير وقت عذروا على اطعام طعام. كي يجيو الضيافه هذا يقول لي ديري لهم مشروب، انا عندي الكواطر ما نقدرش من الدخان. كي قلت لهم ما نديرش قال لي نطلق وضربني. مات. ايوه واضح واضح. ثم يعني كل تقول لك سوا يقول لك لا لا، تقول له طبيب يقول لك لا لا، هو عنده البر يصدق يزكي يدير كلش. عندكم دراري الحاجة فاطمة؟ أنا عندي طفلة معاه وهو عنده سبعة، وقول شارع لهم مكتب لهم باسمهم داير كلش، والدار اللي فيها أنا باسمه هو. يعني هكا راكي قلت له ما نشويش، قلت له أنا مريضة ما نقدرش للدخان، على حق ولا على باطل؟ الله يجيب لك الشفاء إن شاء الله. شيخنا مسعود يبين لنا هذه المسألة، وربي ان شاء الله يوفقك لكل خير. اختنا فاطمه من العلمه. ايوه من العلمه. ربي يستركم بالسلامه. الله ينورك، الله يسلمك ان شاء الله. عفوا، من العلمه الى اين؟ لا بس اذا كان مازال نبدا ونجاوب نزيم. اه مرحبا. هلا سالوا عبر خامسه القران الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن اسئلتكم الدينيه وانشغالاتكم الفقهيه. هذه أرقام التواصل، أهلا بكم وباتصالاتكم. العاصمة أخت حورية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخت حورية. الله يعيشك أنت أخت حورية. إذا تغلقي لي التلفزيون هذاك حتى أسمعك. تلفزيون. الله يرضى عليك، أو يدير حس كبير. الله يبارك. تفضلي أخت حورية. ألو. تفضلي اخت حورية. مازال له شويه. عندي ثلاثة أسئلة حتى تفضلي كان ممكن. مرحبا بك. تفضلي تفضلي اخت حورية. حبيت نسقسيك على الراتب، في الأولى الرواتب. أنا نصلي أربعة ركعات قبل الظهر، ونصلي أربعة مور الظهر، وعندي زوج مور المغرب. وسمعت قالوا لي بلي ربي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الفجر ركعتين مع جلسة مع الأذان. يعني قبل الفجر ركعتين هذوك، ومن بعد ركعتين الفجر، ومن بعد الصبح. هذه اللي راني نسال عليها، لا كاين منها ولا؟ الفجر قالوا لك ركعتين. ركعتين قال غير الدم كان يصليهم خطفوا في تمتم صلاة الصعب، ومن بعد موراها يعاود يصلي الفجر ويزيد الصبح. واضح شيخنا. هذا ثم الصبح. ايوه. وحده الحجة ثاني سمعت بون العمرة درتها نورمال. الحجة من الأول حبيت نكتب ربي وخرجت في القرآن على خروج الحج. قالوا لي بلي كي تروحي للحج شهر كاملة ما تروحيش بالصابون. تغتسلي منها ولا لا؟ في الحج لا تغتسلي بالصابون. ايه قالوا لي يعني كي تسافري تحرمي خلاص ما تلبسيش الصابون والشامبو غير بالماء شهر كامل. هذا رحتي ولا مازال؟ مازال ماشي احنا كان هو طول. لا يكتب عربي على كل حال. ان شاء الله تروح. ان شاء الله. ان شاء الله هي لكتب ربي. هي لكتبك. تفضلي. سؤال ثالث حبيت نسالك على ايام البيض هذوك 13 و14 و15 هكذا. ايوه. كيما هذا العام 13 جات رسمه جات مع العيد. يا جا طاحت معايا مات العيد، طاحت الجمعة والسبت والحد، وسمعت قالوا في صلاة العيد، قالوا بلي طيب الشيخ هذو ما يصلوش فيهم، يعني ما فيهمش الصلاة هذه تاع رسوم، ماشي صلاة خيام بلي تسمح لي، قلت لي، قالوا بلي ما يصوموش فيهم أيام الشريق، صافي ما نقدرش نصوم فيهم هذوك أيام تاع 13 14 15. واش يكون فيهم شيخ؟ نعم. وش يكون فيهم؟ لا هي عندها خلط في واضح لك السؤال؟ الله يبارك شكرا اخت حورية. نعم واضح. نعم شكرا جزيلا. كان صعب شويه الله يخليك اخت حورية، كان في شويه ازعاج ولكن لا باس ان شاء الله. الله يبارك فيك. نحبسوا عند هذا الاتصال ام عبد الرؤوف.
ميلا. أخت أم عبد الرؤوف، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله، مرحبا بك سيدة أم عبد الرؤوف. عندي سؤالين، أول أنه أنا نخدم. الصوت إذا رجاء زكريا في الاستوديو. عودي سيدة أم عبد الرؤوف. أنا كنت مريض خدامة. واش كنتي؟ يعني كاين من وحدة الأخت ديالي. يعني ما عندهاش. شوف سيدة فقيرة. سيدة عم عبد الرؤوف. وي انا نحكم الخط. ما رانيش نسمعوا مليح، حاولي ترفعي صوتك لو سمحتي. قلت لك انا عندي سؤال. تفضلي. عندي اختي فقيرة. ايوه. وانا حبيت يعني قبل ما نبدا نخدم كنت ناجحه في الكونكور يعني، وقلت يعني يكون عيطوا لي الخدمة. يعني نشري لها للعيد الاضحى. ايوه. ومن بعد يعني تعطيتها الدراهم تشتري، قالت لي انا يعني محتاجه يعني عند عطاوها تسمى الكرا، ما عندهاش الكرا وما عندهاش كذا يعني الامور يعني الزيت. ايوه واضح. سيدة ام عبد الرؤوف تعذر علينا شوي. على كل نحاول نفهموه، اعطينا السؤال الثاني. معلش. فهمنا هذا السؤال، عندك سؤال ثاني؟ سؤال ثاني؟ ايوه. كان اخوين يعني واحد خرج يعني خرج هذاك تاع لونتاج. جرار تاع لونتاج. ايوه. ومن بعدها هو توفى. ايوه. توفى وهو يعني فيه الريبة هذا تاع لونتاج وفيه الريبة. ايوه. هو توفى خلاك وقاعد يعمل يعني يخدم به، اسكو هذا الطران يديه خوه حرام ولا حلال؟ اخوه راهو يخدم، اخوه راهو يخدم في المشروع تاعو. علاش ما سمحتكش؟ اخوك يعني اخوك الاخر راهو يخدم في المشروع هذا هكذا؟ هي هو خرج جرار من تاع لونتاج. اي معليش، وتوفى الله يرحمه، خوك راهو يخدم في بلاصتو. خوه هو. داكور. الاخ ديالو راه يخدم به. هذا زوجها. مش زوجي يعني وحده قالت لي تأميني فقط. نعم واضح باش نفهموا فقط. توفى وحده يخدم به، اسكو درنا تكفلان ولا حتى. ان شاء الله يا رب. واضح. الله يبارك فيك سيدة أم عبد الرؤوف، شكرا جزيلا. نجاوبوك ان شاء الله. باقي اتصال نزيم نبداو نجاوبوا. شكرا. هلا السلام عبر خمسة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. بارك الله في ثقتكم ووفق الله شيخنا الأفاضل لتعليمنا مما تطرحون من أسئلة، وعلى بركة الله نبدأ هذه تبازة. ومنها أختنا كريمة التي تسأل عن أختها، قبل 7 سنوات شيخنا مسعود كانت حاملا بعدما أنجبت طفلا في الشهر الثامن، أصيبت بكآبة كبيرة فأجهضت طفلها وهو في حدود الشهرين، فعلت ذلك دون علم زوجها وأخبرت زوجها بأن الطفل ولد متوفى. وقد فالآن بعد هذا الزمن هي تقريبا 7 سنوات تسأل هل من كفارة، هل من دية، مع العلم أن إخبار زوجها ينجر عنه بالضرورة طلاق، فهل تفعل؟ نعم، هو قبل الإجابة عن هذه الأحكام عن الدية وعن تفضل وعن الصيام وغيرها، لابد من الوقوف عند بعض النقاط. أولها هي قضية التوبة، يعني قبل أن نسأل عن الحكم الفقهي ماذا تفعل، نسأل عن الشعور القلبي كيف هو، فلابد أن تتحقق التوبة الحقيقية، لأنه هذا ذنب عظيم، قتل النفس بغير حق من الأمور التي حرمها الله عز وجل. هناك من الفقهاء من فسر قول الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بالإجهاض، هذا لأنها وئدت قبل أن يعني تكتمل. فهذا ذنب كبير وذنب خطير، يعني نحذر من الوقوع فيه، نحذر أخواتنا وأمهاتنا من الوقوع فيه مهما كانت الأسباب، إلا بعد إذن طبيبين أو أكثر من يجيزون ويبيحون للمرأة أن تجهض صبيها
في حالة إذا ما شكل خطرا على حياتها. وعندنا في المذهب بأن حرمة الإجهاض تتحقق بمجرد التقاء بويضة المرأة مع نطفة الرجل، بمجرد ما يحدث التلقيح تصبح نفسا محترمة قبل أن تنفخ فيها الروح، لا يجوز التعرض لها ولا تغييرها. فهذه مسألة ينبغي أن طالما أن الأمر قد حصل، هنا لابد من التوبة اللي هي الندم، وهي العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب مرة ثانية مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية والتي كانت قد أثارتها وهي إخبار زوجها بذلك، هنا المسألة تحتاج إلى اجتهاد فيها لأنه مرتبطة بردة فعل الزوج، فهي تقدر المسألة. إذا رأت بأن ردة فعله لن تسبب لها ضررا عليها وعلى أسرتها فلتخبره. إذا قدرت نتيجة معرفتها به أن إخبار زوجها بهذا الأمر قد يسبب لها مشكلة أو إيذاء أو خراب بيت فلا تخبره بذلك، والأمر يبقى بينها وبين الله عز وجل، والله عز وجل يغفر الذنب ويعفو ويتجاوز عن صاحبه. فالمسألة متروكة إلى لها هي في حد ذاتها في أن تقدر العواقب المترتبة عن ذلك. فإذا وجدت عواقب كما قالت أختها قد تؤدي إلى الطلاق فلا ننصحها بإخبار زوجها ولا يجب عليها ذلك. المسألة الثالثة اللي هي الأحكام المترتبة عن إزهاقها أو إجهاضها لابنها، يعني المسألة أنا لا أستحضرها الآن، فبالتالي قد نرجئ الإجابة عنها غدا إن شاء الله ماذا عليها أن تفعل إن شاء الله. الأحكام المرتبطة الأحكام المترتبة عن هذه المسألة. الله يبارك فيك شيخنا مسعود، إن شاء الله أختنا كريمة، بالنسبة للأحكام نفصل فيها بإذن الله غدا إن شاء الله ما الذي يترتب بالضبط على هذه الوضعية. إلى نصر الدين من غردايا الشيخ جزاكم الله خير، يتحدث عن سجود التلاوة وخاصة في الأوقات الممنوع فيها النافلة. تفضل. سجود التلاوة فقهاءنا اختلفوا فيه، فهنالك من اعتبره كالصلاة فألحق ووضع له شروطا كشروط الصلاة، من طهارة ومن استقبال قبلة ومن خلو الوقت من وقت كراهة ومن وقت حرمة. وهنالك من لم يعتبره صلاة فخفف في ذلك فأجاز إيقاعه بغير وضوء وبدون استقبال قبلة. ونحن في المذهب المالكي يشترط فيه هذه الأشياء، فقط في قضية الوقت يتجنب وقت الحرمة فقط، لا يتجنب وقت الكراهة. بمعنى يمكن للإنسان أن يسجد سجود التلاوة بعد صلاة الصبح إلى قبيل طلوع الشمس الذي هو وقت كراهة الصلاة، من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت كراهة صلاة النافلة. وهنا يمكن أن نؤدي فيه سجود التلاوة. عند طلوع الشمس إلى قدر ارتفاعها رمح لا يوجد سجود تلاوة. نفس الأمر بالنسبة للعصر، يمكن أن نؤدي سجود التلاوة بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، عند غروب الشمس والتحقق من إلى التحقق من غروبها نهائيا هذا وقت حرمة فلا يؤدى فيه سجود التلاوة. الله يبارك فيك. إذن فسجود التلاوة ممنوع في وقت الحرمة وليس ممنوعا في وقت الكراهة. الله يبارك فيك شيخنا، أحسن الله إليك. إلى العلمة، ومنها سيدة فاطمة تقول بأن زوجها ميسور الحال والحمد لله، ولكنه لا يأخذها للطبيب عند مرضها. الرجل تقول أيضا فيه هذه الخصلة من إطعام الطعام، ولكن هي مريضة ومرضها يعني معروف عندها الغدد، فلا تستطيع، لا تتحمل، تشعر بالاختناق، لا تتحمل الدخان إلى غير ذلك، ولذلك الرجل توعدها إما الشواء أو الطلاق يعني. فهي تقول ماذا أفعل، خاصة أن هي أم طفلة ما يصرفش عليها ولا يلبسها إلى غير ذلك، تريد أن تتوضح أو تستوضح الأحكام في هذه الوضعية. نعم والله، كان الله في عونها حقيقة، يعني الرجل، ويا حبذا أن يكون هذا الرجل يستمع، هو وأشباهه من الرجال الذين ربما يقومون بمثل هذه التصرفات. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فأفضلنا وخيرنا وأحسننا عند الله عز وجل هو الذي يكون خيرا مع أهله وفيه الخير لأهله. فبالتالي كونه يطعم الطعام ولا يطعم أهله، المسألة إذن يعني تحتاج إلى
هذا أمر فيه يعني فيه نوع من الرياء. نعم بس ما أدري يعني، وحتى لو كان حريص على وطيب مثلا ورحيم بالناس ثم قاسي وشديد مع زوجه، فهذا الأمر فيه نظر حقيقة، لأنه الأصل في الإنسان الطيبة، أن الطيبة لا تتجزأ، وخاصة مع 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 أهله الذين هم أقرب الناس إليه، الذين الله عز وجل جعلهم نفسا واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، والتي هي السكن وهي الأنس وهي اللباس وهي أم الأولاد إلى غير ذلك، ثم تعامل بهذه خيركم لأهله. نعم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ونبينا كذلك يقول ما أكرمهن إلا كريم، وإن كان الحديث فيه مقال، ولكن معناه صحيح، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم من آخر وصاياه استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي رواية أخرى فإنهن عوان عندكم، بمعنى أسيرات يعني مغلوبات على أمرهن. المرأة أسيرة لزوجها، إذا لم يطعمها من الذي يطعمها، إذا لم يداويها من الذي يداويها، فهي أسيرة عنده، فينبغي عليه أن يحسن إليه. يعني إذا كان الله عز وجل أخي أحمد عذب امرأة بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش، أدخلها النار، فمن بالك أنك تأتي بزوجة وتضعها في البيت، لا أنت تكرمها ولا أنت تطعمها عند جوعها ولا أنت تداويها عند مرضها، فهي أسيرة، وقد فعلت بها مثل ما فعلت تلك المرأة مع تلك القطة. فنقول لهذا الرجل ولغيره أن يتقي الله عز وجل في زوجته، وأن يحسن إليها وأن يكرمها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر، فلتبحث عن محاسنها، قد تكون عندها بعض نقائص، وكلنا عندنا نقائص، الكمال لله. فإذا ما يعني شد انتباهك هذه النقائص التي جعلتك تسيء معاملتها، ركز نظرك على المميزات والإيجابيات التي وضعها الله عز وجل في هذه المرأة. فهذه نصيحتنا لإخواننا أن يتقوا الله عز وجل في النساء، فإنها وصية نبينا صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها الناس أجمعين في حجته للوداع. الأمر الثاني الذي نوصي به أختنا الكريمة، أولا أن تصبر وأن تحتسب وأن تدعو الله عز وجل في أن يهدي هذا الزوج وأن يصلح من شأنه، وأن تعامله باللين وبالرفق، عسى أن يثمر ذلك اللين معاملة طيبة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنها ولي، يعني لا تشاحنه ولا ترد عليه، ولكن تسترضيه، تحاول أن تناقشه، أن تتزين له، أن والمرأة إذا ما وضعت شيئا في بالها يمكن أن تصل إليه، فلنقول لها تستفرغ جهدها في استرضاء زوجها، عسى الله عز وجل أن يلين قلبه وأن يهديه إن شاء الله. تكثر من الصلاة، تكثر من الدعاء، إذا استعصى الأمر ولم تجد نتيجة فلها أن ترفع أمرها إلى أحد أقربائه كإخوانه مثلا، أو والده إذا كان حيا، أو أمه إذا كانت حية، من شأنها أن ترفع الغبن عن نفسها بدل أن تلقي بنفسها إلى الهلاك لو بقيت على تلك الحالة، كأن تكون مريضة ولا يوجد من يداويها، أو تقول أنه هو يعني مكرم لأبنائه الذين فهمت من السؤال أنهم من أبناء زوجة أخرى. صحيح. طيب ربما أبناؤه هؤلاء قد يكونون يعني أناسا طيبين، فلعلهم ينصحونه ويعظونه حتى يحسن معاشرتك. صحيح. بالمعروف كما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله بعد ذلك خيرا إن شاء الله. فهذا الأمر هو الذي نوصي به أختنا الكريمة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بينهما ويجمع بينهما بخير إن شاء الله، وأن يهدي هذا الزوج ويؤدي حقوق زوجته كما أمر الله عز وجل. الله يبارك فيك شيخنا. وإن كان ملاحظة بسيطة أنه نعم. خارج بيته يتصدق ويزكي. نعم. وخير ما شاء الله، ولكن هذا هو الإشكال الذي طرحناه، يعني الأصل في الإنسان أن خير أهله أولى بهذا الخير. نبينا صلى الله عليه وسلم يعني إذا كنت يا أيها الرجل تبحث عن الصدقة فلتنظر أي صدقة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار تصدقت به، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على رقبة، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. اللهم صل على، يعني أنت تتصدق من أجل الأجر. صح. أعظم أجر أنك تطعم زوجتك، هذا أعظم أجر. نعم أعظم أجر أنك تأخذ الزوجة نتاعك وتديها للطبيب، كم ستصرف عنها؟
ألف دينار، 2000، 10,000 دينار، 20,000 دينار، هذه هي صدقة، هي تكتب يكتبها الله عز وجل لك أعظم من أن لو أنك تصدقت بها على فقير، لأنك أطعمتها لزوجتك. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. هذه أختنا حورية من العاصمة تصلي الرواتب ربي يتقبل منها، ولكن عندها مسألة في الفجر أتصور. أنها تصلي ركعتين قبل أن تصلي الفجر وبعد أذان هو لا توجد راتبة في صلاة الفجر، هو توجد صلاة الفجر أو رغيبة الفجر التي يؤديها الإنسان قبل أدائه لصلاة الصبح، وكلتاهما الرغيبة أو الفريضة يؤديان بعد طلوع الفجر، بعد دخول الوقت، أي بعد الأذان الثاني. بعد الأذان، لأن البعض يعتقد بأن الرغيبة قد يؤديها، لا، الرغيبة والفريضة يؤديان بعد دخول، ما قبل الأذان الثاني كله يدخل في قيام الليل، كله يدخل في قيام الليل، ولا يوجد شيء يسمى راتبة ما قبل الفجر. الله يبارك فيك شيخنا. في الحج ربما استغربت السيدة حورية، قالوا لها عندما تغتسلي لا تغتسلي بالصابون شهرا كاملا. تفضل. نعم، هو من أركان الحج الإحرام، ومن محظورات الإحرام مس الطيب للرجال وللنساء. الطيب يعني الشيء الذي فيه رائحة طيبة، فيمنع على المرأة وعلى الرجل مسه طالما أنه محرم. والإحرام يعني حتى نصح للأخت الكريمة، هو ليست مدته شهر كامل، إلا ربما بالنسبة للقارن أو للمفرد الذي دخل قبل الحج بأشهر كثير، دخل قبل الحج بأيام كثيرة قد تكون شهر، فيبقى على إحرامه شهر. ولكن المتمتع إحرامه لا يدوم أبدا شهر كامل. إحرامه يبدأ من أدائه العمرة الذي هو إحرام العمرة، الذي قد يستمر يوم على الأكثر إذا كان أحرم من أبيار علي، فبالتالي في يوم فقط لا يمس الطيب. وبعد ذلك في اليوم الثامن للتروية الذي هو يوم التروية، ويوم عرفة، وصبيحة يوم النحر، فبالتالي يومين ونصف تقريبا يمتنع فيها الإنسان عن هذه المحظورات. من بين هذه المحظورات الطيب، مس الطيب، ألا يمس الطيب. وهنا ننظر في الصابون هذا، إذا كان الصابون معطر وفيه رائحة طيبة فلا تمسه. الصابون العادي الذي لا رائحة طيبة له فلا بأس من أن الاغتسال به وأن يستعمل، ولا حرج في ذلك. فبالتالي الذين منعوا الصابون منعوه لأنه معطر، الصابون المعطر هو الذي لا يستعمله الحاج، ولا يستعمله فترة إحرامه التي ليست هي شهر كما ذكرت، وإنما بالنسبة للمتمتع إنما هي يومان ونصف يوم على الأكثر، يوم التروية ويوم عرفة وصبيحة يوم النحر الذي هو يوم العيد. هذا هو الوقت فقط، الأمر ليس بطويل بهذه الدرجة يعني الطويلة كما اعتقدت الأخت الكريمة. الله يبارك فيك شيخنا، أحسن الله إليك. عندها خلط في مسألة الأيام البيض. نعم، تفضل. هي اختلطت عليها، قالت أنه الأيام البيض جاءتنا في يوم العيد، وهذا الأمر يستحيل، يعني لأنه يوم العيد يكون في العاشر من ذي الحجة. أيوة. وأيام البيض هي 13 والرابع عشر والخامس عشر. أيوة. فبالتالي قد خرجنا من أيام العيد. العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، والثاني عشر، هذه هي أيام هو يوم النحر يوم العاشر. أيام التشريق هي 11 والثاني عشر والثالث عشر. فبالتالي هذه هي أيام التشريق. المعتاد الذي اعتاد أن يصوم الأيام البيض مشكلته تكون تحت عنوان هل يجوز صيام أيام التشريق أو لا يجوز صيام أيام التشريق. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب والذكر، ولكن فقهاؤنا قالوا الذي تعوده أن يصوم الأيام البيض لا بأس عليه أن يصوم اليوم الأخير من أيام التشريق الذي هو يوم 13 والرابع عشر والخامس عشر بعد ذلك. الرابع عشر والخامس عشر بلا إشكال، لأنه نكون خرجنا من أيام التشريق. تبقى اليوم 13 لا حرج لمن تعود أن يصوم الأيام البيض أن يصومه. فبالتالي نعيد في اليوم العاشر، اليوم 11 تبعا للعيد، اليوم 12 لا بأس تبعا للعيد، اليوم 13 يمكن الشروع في صيام أيام البيض،
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا وحسن الله إليك، ربي يتقبل منا ومن جميع العاملين. هذه سيدة أم عبد الرؤوف من ميلا تتحدث عن أختها الفقيرة التي كانت تدوي أن تهديها أضحية، وهذه الأضحية تمثلت في مال تقدمه لها. الذي حدث أن الأخت الكريمة هذه محتاجة إلى هذا المال في أمور أخرى غير الأضحية، في بيتها وحتى في مسألة الكراء، فاستقوت بها على الكراء وأمور أخرى، فهي تسأل عن أجرها في هذا الأمر، وقد نوت أن يكون الأمر أضحية تذبح وإلى غير ذلك، فأخذت المال أختها في أمور أخرى حسب ما سمعنا، لأن كان فيه كانت المكالمة فيها شيء من الرداء، ولكن أتصور أننا فهمنا المسألة هكذا. سيدة أم عبد الرؤوف تفضل. شيخ أولا نشكرها على هذا الخلق الكريم منها، وأنها تفكر في أختها وتسعى لإعانتها وتدخل السرور عليها، وهذا الأمر حقيقة ما أحوجنا إلى أن يكثر في مجتمعنا وفي وقتنا وفي أسرنا في هذا الزمن إن شاء الله، فجزاك الله كل خير على هذا الأمر. الأمر الثاني، الله عز وجل يأجرك على نيتك، أنت نويتها أضحية وعزمت على ذلك، ثم قدرت أختك أنها بحاجة إلى هذا المال أكثر من الأضحية، لأن الأضحية سنة مؤكدة لا حرج في تركها للعاجز ولغير القادر وعنده احتياجات أولى من ذلك، فلا حرج بإجماع العلماء في تأخيرها وفي تركها، وجدت بأن هنالك حاجات وضروريات أولى من هذه الأضحية، فلا بأس عليها في أن تصرف هذا المال في المكان الذي تراه مناسبا لها. وأما الأجر عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل مطلع على قلبك وعلى نيتك ويأجرك عليها، ولك أجر إدخال السرور على أختك هذه، ولك أجر إعانتها، ولك أجر كذلك رفع الحرج عنها، لأنها قد تحرج لأن المال أعطيته لها من أجل الأضحية فحولته، قد تحرج، فعندما ترفعين عنها هذا الحرج وتقولين لها المال أعطيته لك وافعلي ما تشائين من الأمور التي ترينها ضرورية، رفعك الحرج عنها أمامك من شأنه كذلك أن يزيد في الأجر لك عند الله عز وجل، لأنك لم تجعليها تحرج أمامك لأنها غيرت ما كنت تريدين أن تقومي به، فنقول لها إذن لا حرج عليك في ذلك، ولكن الأجر بإذن الله وبمشيئته على هذه النفقة وعلى هذه الإعالة لأختك الكريمة إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا. سؤال آخر من سائلة عبر سيدة أم عبد الرؤوف، وتسأل عن أخ كان يستفيد من هذه المشاريع، وحدث أن توفي رحمة الله عليه، وتترتب عليه طبعا معروف أنها تترتب عليه ديون، وأيضا في مرحلة معينة قد تترتب عليه فوائد ربما حسب ما يبدو، فتقول جاء أخوه بعده واستأنف العمل بالجرار، فتقول هل ماله حلال؟ والله المسألة قبل الإجابة عن هل المال الذي سوف يأخذه من وراء هذا الجرار حلال أو لا، هو فيه مسألة ينبغي أن يتفطن لها أهل الميت عموما، وهو أنه علينا حقوق لذلك الميت ينبغي أن نقوم بها، وهي واجبات علينا وحقوق للميت التي ينبغي أن نقوم بها ونحرص عليها. أول هذه الأمور بعد وفاة الميت وهي تجهيزه، ويجهز الميت من ماله الذي تركه يجهز به. الأمر الثاني قضاء دينه، وعندما تقول الأخت بأنه فيه دعم تشغيل الشباب الأنصاج وفيه جرار وغير ذلك، هذه ديون، فمن واجبات أهل الميت إذن أن يقضوا هذه الديون، سواء كانت ديونا متعلقة في شخص اعتباري، الشخصية الاعتبارية التي هي هذه المؤسسات التي أقرضت هذا المال، أو في شخص مادي اللي هو إنسان طبيعي ويسال هذا الأخ يساله مال، فينبغي علينا أن نقضي دينه. طيب الآن لما نقول باللي هذا الشخص عنده جرار جابه من الأنساج، والأنساج الآن راهي مرتبة عليه ديون، فينبغي أن إما أن يباع هذا الجرار ويقضى به دين هذا الإنسان، أو أن نبحث عن تركته التي تركها، فإذا استوفت المال
نقضي به هذا الدين، المهم أن يقضى هذا الدين. بعد قضاء الدين ما تركه الميت إنما هو ورث، أو بعد التجهيز وقضاء الدين فيه الوصية، تنفذ وصية الميت. ما تركه الميت بعد تجهيزه وقضاء دينه وتنفيذ وصيته يعتبر للورثة. أيوة. ورث. فهذه الأمور الأربعة تؤخذ بهذا الترتيب: التجهيز وقضاء الدين وتنفيذ الوصية في حدود الثلث، ما زاد عن ذلك يعتبر ورثة أو ميراثا يوزع على الميت. فإذا بقي الجرار بعد كل القيام بهذه الأمور، فالمسألة الآن في مسألة تقسيم التركة هذه التي الجرار من جملتها بعد قضاء الدين. أيوة. إذا لم يستوفي ما تركه الرجل الميت، لم تستوفي الأموال التي تركها دينه، ينبغي للجرار أن يباع وأن يقضى به دينه، فلا يستفيد به أي أحد من الورثة، لا الأخ ولا الأم ولا الابن ولا غيره. يقضى دينه أولا. فبعد قضاء الدين إذا بقي الجرار ولم يضطروا لبيعه، المسألة ها هنا تكون مسألة التراضي بين الورثة في من يأخذ الجرار، هل تأخذه كل العائلة، أولاده، إخوانه؟ فإذا قمنا بهذا الأمر هذا هو التصرف السليم. أما أن يأخذه مباشرة ليستفيد منه دون ما أن يقضي دين أخيه أولا فهنا مسألة لقد أخذ شيئا ليس من حقه، فما وما ترتب عنه ليس لأنه من أموال الربا، لأنه الأصل فيه أن يقضى به الدين. هذا هو الإشكال، الأصل أن يقضى بذلك الجرار الدين. فإن أخذه قبل أن يقضي دينه أو أخذه بعد قضاء دينه ودون ما استشارة لورثة الآخرين فكذلك يعتبر غصبا، ولا يجوز له أن يأخذه إلا بعد أن يتفاهم مع ورثة هذا الميت. فهذا هو الإشكال المطروح الآن، ينبغي أن يقضى به دين الميت، وبعد قضاء الدين ينبغي أن يأخذه على رضا من الورثة كلهم لأخيه الميت. الله يبارك فيك. وكأنك شيخنا نعم. تقول لهم اعتقوا رقبة أخيكم. نعم جزاك الله كل خير. نعم. وكما يقال يعني الميت هو بحاجة إلينا أكثر مما نحن بحاجة إليه، لأنه باب التوبة أغلق بالنسبة له، القدرة على رد المظالم ورد الديون انتهت. فإن كنا بارين بآبائنا أو إخواننا أو أبنائنا الذين هم في الدار الآخرة، فأكبر بر لنا أن نسارع لقضاء دينهم. وكلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصلي بأحد صلاة الجنازة، فسأل صلى الله عليه مكالمة انتهى الوقت، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. فجاء رجل أخذته الرحمة والشفقة، قال صلي عليه وأنا أقضي ديني. سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن صلى عليه بيومين، قال هل قضيت على صاحبك؟ قال نعم. قال الآن برودت جلدته. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أيها السادة أشكر صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا مسعود مياد إمام المسجد الكبير بالعاصمة على هذا النزول المبارك في برنامجكم هلا سألوا. أنقل لكم تحيات الفريق التقني العامل للحظة بقيادة محمد نزيم قائدي إخراجا. السلام عليكم.